نحن هنا في المحكمة العليا بخصوص قضية الإسعاف، جئنا وجاءت الجماهير وتوافدت إلى هنا بحافلتين بحضور مشرف دفاعا عن مقبرة الإسعاف وإبداء الموقف الذي لا تلعثم فيه، أن زمن نبش القبور والمرور مر الكرام على هذه الأفعال الخبيثة من قبل المؤسسة الإسرائيلية بأطروحها المختلفة ولا هذا الزمن. نحن جئنا هنا لنسمع المحكمة العليا أن عملية نبش القبور في مقبرة الإسعاف هي انتهاك لحرمات أساسية وحقوق أساسية للمجتمع اليافي المسلم في مدينة يافا، ولن نمر على هذا الأمر مرة الكرام. استطعنا بفضل الله إيقاف الأعمال حتى الآن على مدار عام كامل من بداية أعمال النبش في الأرض، ونحن جئنا إلى هنا لنطالب بإلغاء مشروع البلدية على هذه الأرض، بإبطال التصاريح التي استلمتها شركة صندوق تل أبيب للاستثمار من أجل إقامة هذا المشروع، وهذا هو الموقف الذي سنبديه صريحا حتى ندافع عن أوقافنا ونستمر بالدفاع على هوية عربية إسلامية فلسطينية في مدينة يافا والحفاظ على أوقافنا المقدسة. طيب، يعني بعد لحظات ستكون الجلسة الأولى لتداول هذه القضية، ما هي توقعاتكم؟ القضاء الإسرائيلي لم ينصفنا في يوم من الأيام في مثل هذه القضايا. نحن لم نأتي لنعول أو لنستجدي من المحكمة العليا، نحن جئنا إلى هنا لنقول بشكل واضح نحن أصحاب الحق، نحن أهل الحق في هذه القضية. مهما ستفعل ومهما ستكون المبررات سواء كانت من المحكمة أو من المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، نحن نثبت على حقنا، نحن سنستمر في أن نصدع بالحق ونقول هذا الأمر دون تلعثم ولا تردد. شكرا جزيلا.